صحيفة القوات المسلحة كتبت الدولار يتراجع أمام الجنيه، تراجعت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه السوداني في تداولات الأسواق الموازية الثلاثاء. وقال متعاملون مع الأسواق الموازية إن سعر بيع الدولار انخفض إلى 492 جنيها مقابل 500 جنيه ليوم الاثنين. وفي المقابل تراجع سعر الدرهم الإماراتي. وأيضا يقول بعض من المتعاملين إن أسباب انخفاض الطلب على النقد الأجنبي في أسواق العملات يعود للتخوف من الحملات الأمنية المكثفة التي تشنها السلطات السودانية. رأيك في الارتفاع بالنسبة للجنيه، وهل تعتقد أنه سوف يواصل الارتفاع؟ أنا ما أعتقد أنه نحن حقه نفرح ب 8 ولا حتى نظرة تفاؤلية أستاذ محمد. يا محمد لأن نحن كثير جدا نتكلم بنحتفي بهذا التراجع، ما تراجع الجنيه كويس إلا كان تمهيد لغفزة يا إلهي دي مسألة أصلا تاريخية يعني معروفة يعني. ويمكن الحكومة حتى الآن بتتعامل حتى شاكلة هذه الأخبار، أنا أعتقد دي مسكنات، ده بنادول حتى الحملات الأمنية ده أنا الأمنية دي أنا أعتقد إنها هي مسكنات نسمع بها كثيرا. الأمر أكبر من حملات أمنية وأكبر من احتفاء ب 8 جنيه أو 6 جنيه أو 5 جنيه، لأنه في الأسبوع القادم كويس يمكن أن يقفز الدولار. صح. لأنه هو في اسباب كثيره جدا بتخلي الدولار يقفز، وما في اي سبب واحد بخليه يقف، اللي هو الكلام اللي قاله بيقول الاستاذ محمد لطيف في التحليل السياسي. الدولار ده محتاج لرغابه من البنك المركزي، محتاج لاجراءات، محتاج لسياسات اقتصاديه، محتاج لسياسات ماليه. الحملات الامنيه دي ما بتحل، لو بتحل الانقاذ التي سقطت صممت اوامر طوارئ للتعامل مع هذا. ولكن أستاذ محمد، السياسات الاقتصادية التي تبنيها الحكومة الآن، إذا كان سياسة رفع الدعم، إذا كان عن الوقود وعن بعض من الأسعار، سياسات اقتصادية تبعتها الحكومة كانت قاسية على المواطن، هل يمكن أن يصبر عليها كثيرا؟ وين مردودة؟ يعني وين مردود هذه السياسات؟ ما احنا لنا سنتين بنطبق في هذه السياسات. المواطن السوداني باختصار إذا أحس إنه أو إذا شعر بأنه يمكن أن تكون هنالك نتائج إيجابية بحكم التفويض والرضا الذي منحه لهذه الحكومة يمكن أن يصبر. ولكن أعتقد أن المواطن السوداني الآن وصل مرحلة من عدم الثقة في وعود الحكومة، ودي مرحلة خطرة جدا، لأن هذه بتصادر الأمل في نفوس الناس. مصادرة الأمل في نفوس الناس بيعني الحراك الجماهيري، بيعني المخاطر اللي تكلمنا عنها على الفترة الانتقالية وعلى استمرار الحكومة الحالية. المواطن انا ما اعتقد انه حتى وصفه صندوق النقد الدولي دي هي صرفت لكثير من الدول، ولكن هشاشه الاوضاع في السودان ما إيه؟ طيب ولكن ما يعني ابدا ما اختتمت به موضوع النقد صندوق النقد الدولي